يقول السائل: ما حكم الخلوة والاستمتاع بالمعقود عليها قبل الدخول بها، وما حكم إهداء الهدايا للمخطوبة قبل العقد عليها؟ إذا عقد عليها عقدا صحيحا صارت زوجة له، يجوز له أن يخلو بها وأن يجلس معها وأن تكشف له، لأنه بالعقد صارت زوجة له. ولكن عادات الناس أنه ما يعمل هذا إلا بعد الدخول، ولو عمله يحصل تشويش ويحصل شر وفتنة، الإنسان يتجنب الشيء اللي فيه فتنة وفيه شر. نعم. وأما الجواز شرعا فهو جائز. نعم. وأما الهدية يهدي لها ويعطيها ما في مانع، يعطيها ما يريد. نعم.